صدر عن حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه امر ملكي رقم 36 لسنه 2024 بتعيين نائب رئيس وتجديد تعيين عضو بالمحكمه الدستوريه فيما يلي نصه الماده الاولى يعين المستشار حميد حبيب احمد حسن نائبا لرئيس المحكمه الدستوريه لمده خمس سنوات. الماده الثانيه يجدد تعيين السيد احمد محمد عبد الله الدوسري عضوا بالمحكمه الدستوريه لمده خمس سنوات